عقيل يلعب الكرة، تأتي لون كالديرون، فرصة جول، الله! لعبة هداف، تحرك هداف في اللقطة الماضية، كالديرون هدف صلاوي جميل لهداف، هداف في السيطرة في التسديد، هدف جميل لدييغو كالديرون كايسيدو في كرة يتألق فيها الكولومبي. اتلعبت وكنا في بداية اجواء الشوط وبدايته وفي الهدوء وفي المعلومات، فإذ بعقيل بالغيث يلعب، لكن شوف كيف استقبلها، شوف اللف والدوران، هذا هداف كيف لف ودار، جعل المدافع خلفه وقال له انت في الخلف والمرمى امامي، وبعد كذا انا وضميري صاحي. ثاني هدف كالديرون، ثاني هدف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.